كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين سيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أفاد تقرير للمنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية بأن المغرب اجتاز مراحل هامة فيما يتعلق بتنميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن المملكة سجلت سنة 2013 إحدى أفضل النتائج من ضمن البلدان المتوسطية. وسجلت الوثيقة التي نشرت اليوم بباريس تحت عنوان نحو دينامية جديدة للحفاظ على توازنة الاقتصادية والاجتماعية أنه من خلال تتبع تطور المغرب خلال السنوات الأخيرة يمكن ملاحظة هذا البلد اجتاز مراحل هامة فيما يتعلق بتنميته الاقتصادية والاجتماعية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن رقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج سجل انخفاضا ب 0.5% في قطاع الصناعة التحويلية خلال شهر يناير 2014 مقارنة مع شهر دجنبر من سنة 2013. في موضوع اقتصادي دولي آخر، أعلنت الحكومة الإسبانية عن بيع 7.5 بنكية من رأس مال بنكية لمستثمرين مؤسساتين عن طريق اكتتاب خاص. وأشارت المؤسسة في بلاغ وجهته للجنة الوطنية لسوق القيمة أنه تم اختيار 3 بنوك للقيام باكتتاب خاص بين المستثمرين المؤهلين لمحفظة تمثل 7.5% من رأس مال بنكية. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونسهلها بالمؤشرات المحلية. أغلقت بورصة الدار البيضاء جلسة الجمعة على وقع الارتفاع، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس أغلق الجلسة على 1.22% بمجموع 7631.36 نقطة، ومؤشر مازي أنهى الجلسة على ارتفاع ب 1.12% أي 9380.39 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سامستروك اندستري حل أولا بتسجيل زيادة نسبتها 5.99% لارتفع سعر السهم إلى 88 درهم. في المركز الثاني حل سامعوك ليزينج والذي تحسن بما نسبته 5.37% لينتعش سعر السهم ب 371 درهم. وفي المقابل تصدر سهم إيبي ماروك قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.63% ليتراجع سعر سهم إلى 130 درهم. في المركز الثاني حل سهم سناب بانخفاض نسبته ناقص 5% ليتراجع سعر سهم إلى 228 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، نهاية أسبوع موفقة في أمان الله. كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين سيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم.